الخير يا عم حافظ. اهلا صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد ضمدي 500 ابدا ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كان يجيب لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت مشاش في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. انت مشاش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ انا نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله، مش هيقلنا 400,000 جنيه ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقيت؟ لا، بلغيت الست. يودينا المجمع ب 50 سنة. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ الترومبيل بتاعك. الاسانسيرات عطلانه يا فندم، في اسانسيرات تانية جوه. ودي كلام برضو عبد الرحيم، ما احنا هنروح نلاقي الاسانسيرات التانية عطلانة. خلاص عندك سن. اطلع السلم 11 دور ومعايا البلوه دي. مش كفايه جايين ماشي؟ خلاص ارميها هنا وامشي. ارميه ايه؟ ان شاء الله تترمي في نار جهنم. قد مصعب لما يحش وسطك. يلا يا فندم يلا بلاش العطله دي، بلاش الوقفه دي، خلونا نشوف وقفه حته. عبد الرحيم ما تشيل اللوز اللي مبوظه صوتك. يلا خلونا انت وهو. انا ساعتي دي يلا بسرعه. يلا خش خش يا بيه. احنا فين؟ في شبرا مزمار.
انت بتسلي علي؟ هتسلي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في نهوى سوا؟ عامل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس في السابع؟ لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوات ده يا مؤاخذة. ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت وانت كنت عنده. شيل شيل يا بشبيش. ايه يا بشبيش؟ ايه يا ابوات دولة يا بشبيش؟ خش يا بشبيش. استاذ عمر خش يا بشبيش. استنى عليا يا بشبيش. ايوه استنى عليا يا بشبيش. انا معاك بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. يلا في رمضان تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حضرتك تحول محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكوا. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه حاط برود الخزن. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايزه اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يوه يا عم خلصنا بقى. وبعدين معاك انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم روح ابني بقى، وقف في اخر الصف هناك اجري. لا برود الخزن ومفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا مستعجله تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي الحوار قوي، حوين قوي على المروح. فهمتك على الله، انا على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى ملحوق على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتها، هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك.
ايه هو في اخر الصف؟ انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل. وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت. اشرب ايه الربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش بتقول عندك عجز ب 160 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. ربنا يخدم. بتقول ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجه. اصل الست والدتك مش عاجبها الزياره اللي انا جايبها. بص البرتقال، شوفي فضل خير البرتقال عامل ازاي؟ ولا اليوسف افندي؟ حد يلاقي يوسف افندي زي ده؟ ولا شوفي بلح، على النعمه حد يلاقي بلح عيشه زي ده؟ شوفي البلح وحلاوته، شوفي حلاوته. معلش يا رمضان معلش، ما تزعلش من كلام ماما. يا ستي ولا يهمك، انا علشان خاطرك استحمل اي حد يقدرني. اي والله. كل يهود، حتى كلام امك اللي عامل زي ما تغسلي قفاكي بميه ساقعه في عز البرد. بقى كلام ماما عامل زي الميه الساقعه في عز البرد؟ هو مش زي الميه الساقعه بالظبط، هو زي الزفت في كل فصول السنه. اي والله، سنه سود على دماغها باذن الله. خف عليك يا رمضان. اسيبك انا بقى واطلع. ليه بنت بقى زياره؟ رمضان. يا نعم. على فكره انا حضرت لك لقمه في الاوضه. ربنا ما يحرمك مني يا انس الوجود يا احلى فتاه لقلع الحمام. بس ضايقك عيني. يلا استعنى على الشقه بالله. وصيتك العيال. عيالي بس يا رمضان، هو انت يهمك السلم؟ انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا. اهو نونس بعض، وفي ذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يكون الصيف جه نربي كتاكيت. كتاكيت ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق. علي مش عاجبها بلا عيش. امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل يكسب لي فن ما ينهش عظمي. عظم ايه في الفتح ده؟ ده فقر وخيبه. سلام عليك يا ماما بقى، انت دايما كده كسفان. يا اخت روحي. اضرب يا شبيشي. الله يخليك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله، رمضان ده قلت لك فلح مقفل. الله، انت مش بتقول انه غلبان وواقع؟ مهما كان لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ملوش في الطيب نصيب. كنا هتدخله معانا اللعب يطلع له قرشين حلوين. لا، اعمل معروف والنبي، فكر في اي حاجه الا رمضان ده. كده ماشي. انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوه. بس يعني الحكايه دي مضمونه يا اللوتي؟ يا بشبيش اطمن، الهلوتي ما يفكرش في حاجه وتطلع مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي؟ ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق، سلمتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شويه طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه حلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربيه على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي عليه عوض، عليه عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي عليه عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم عليه عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العجبجية زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقة الجامدة التمام اللي هي علشان يزله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقدة تاريخية بقى، حتى العجبجية عندهم عقد تاريخية. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل. والله انت اللي سكر. بالك انا ما بستريحش في القعدة مع حد في الحارة دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه اللي انا شربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. ما فيش ميه، انا من ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ ما فيش. بقول لك يا خلاص وشك، بس تشوف الميه حتى فيك ولا لا، يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان، هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك؟ نقعد من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خالد ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ نوم الحوافز ولا عليك؟ تعال هوا بعد الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خالد ابو علي. جاتك الهم؟
اقول في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا اهو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سمي اخويا على العيل ده لما انا صفحت الميه. الله جرى يا ست انت، ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفنا حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو، امال الرجال يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فضيانه. طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا ولية؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا ولية. سرقه؟ ايوه. سرقه ايه يا ولية؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا ولية؟ مش انت اللي مديهالي العيل؟ قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. معلش يا حبيبي. يا ستي ولا عليك عشان الورد يسيله عليك. طب اطلع انت بقى بسرعه عايز امك احسن تبرد. حاضر يعني. حاضر يا مين يا تلفؤاد يا ملفوفه القواه. جاب الميه. الميه هي يا ماما. يلا يا عيال خدوا الميه واغسلوا وشكم. يلا يا ماما. يا ماما سكه بنت مع اختك. يلا على رحيل يا اختي. امال هو راح فين؟ طلع فوق يغير هدومه احسن يبرد. من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما؟ كمان مفيش عيش. لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي انتهي. لا ما ماليش دعوه، اطلعي انتهي له. بقول لك اطلعي انتهي. انتهي له انت بقى يا ماما. اوعي اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه ايوه يا خدت ام علي. انزل اول ما هات العيش. نعم. العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العش. ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوك مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزه فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. تفتح لي محضر. ده فتح نافوخي. يلا يا اخينا انت وهي مفيش عيش. لا مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع صباحا العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه دي؟ ده عيش سياحي من بقى الرغيف ب 15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير السمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاه. يلا يلا يا ست تهيئ. يلا يا اخويا خد. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل انت. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو.
عايزين حاجه تانيه؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه لسه هطلع السلالم دي كليتها. امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي. بلاش حماتك تحبك دي. واي بلاش. حقك عليا. بقولك ايه يا اخويا؟ ما توديناش محكمة عابدين؟ اخد عجلاس باريزة. باريزة باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. ايوه يلا ياخد يلا ياخد اطلاعي اطلاعي. اخويا حاسس. انا باخد لحاسس. اه الله يا ياخد اطلاعي اطلاعي. يا اخويا لا يا اخويا ياخد اطلاعي لا. ايه يا ست انت؟ هتركبي وهو يحشك. شلني اشيلك. ايوه شلني. ده انت عايز اونش شوك عشان يشيل. ايه اتخمنلك. اول مره اشوف واحده ست بمعصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين اربعه رجاله يشيلوا معانا. طب شيلني عيب عليك. تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلمة يا عم هلال؟ لا مفيش سلمة. معاك شيل. يلا خد مين وانت خد معاك شيل. شيل يا اخويا. الله شيل يا جدع. وهين عدينا مؤاخذة. تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا. بعد عنا جوز هلقوا فلوسه ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا بعد ما تخليش تتكلم وتتكلم. هو انا نعصاب؟ لما تعيب عملها. ايه يا ولاد انتوا ايه؟ ده انا خاف لا تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسمي. اوعى حد يا محافظ. اوعى. يا نهار اسود. اوه. يا يا راجل انت. اوعى حد يا والله العظيم بتتكسم يا ولاد الكلب. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوه هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابة ومحاكم وبوليس؟ ابو الكابلة يا اخويا عاملينها فتحة. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا فلك نبوية. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبوية؟ يا سعدية يا اختي دي تسعيرة والعملية دي فيها 10 سنين. حتى اسألي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوة انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تحطهاش حلوانة بسلوانة وتلزق كده. ارجع لورا شوية. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربية على وضع جسمك. الله. انا اشوف العربية على وضع جسمي ازاي بقى يا السنسير عكران يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيف
ما تضحكش عليا ولا حاجة، أمرنا لله نطلع على السلم، ربنا ياخد اللي ببالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك، أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال، ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع خمس أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كده، كيلو متر. عليا النعمة أنت مسكين. أي والله يا رب. الرد واستنى وسط الجمعية يا فندم. انت وقف انت عالك، انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمنا عندي حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى من هدف معايا؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ مالك؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو، بالك؟ وفي العيد بربع جنيه. اي والله بربع جنيه. البريال لحمه قال. ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبص لي ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبص ليش؟ قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. قال على راي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي يا ست؟ اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم 605 مرطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده واني موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب5 جنيه. والتلاجه بكام؟ وما يخنقش 4 جنيه. واوضه النوم بكام؟ وما يخنقش 5 جنيه. يا ست النام على ارخص حاجه. ايوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. امال اعمل ايه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، انت لا تصلح للجواز بتلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوط لي ب605 مرفوض. ب605 جنيه؟ يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ستي انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه، مقليسه قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش، ما تزعلش مني. الله،
هو انت ترزعين الكلمة وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بلتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجة، حقك علي. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي ناحية ورا تعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى احنا فوخة. ما تشر عليك يا بنتي، انت مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. إله يا رب تطفح الرز، إله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياه. امال الموظف اللي زي حالتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيه، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في ست سنين، كنت عليها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنة ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعية ولا من مجاب المية ولا من مجاب العيش ولا من قلة قدر المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، مش كان فارق. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجة من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. مالك يا ابني اسال بغلي كده؟ ايه اللي بيحصل بيه؟ في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار لقبل للجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العمدي مخلي كل حته في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيسينا غير سيره الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا سلام رمضان. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ قول لا اله. سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ها؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا خير؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خالي؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني، ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خالي، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، ما في شاي ولا نيله جاي. ها؟ ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى حضره العمده ونسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداو، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمدة عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيرة الفلوس قدام، انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتاني. تجعان وافرض يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خير. خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. من هنا يا من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه، اشي بقر واشي معيز واشي خرفان واشي جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيب. أرض أمك أنت كلت بقى من زمان. كلت بقى إيه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكاية الأرض، خليه علشان خاطر رابطة الأرحام اللي بيني. وأنت صغير عشان تشحت، شحط طويل عريض مستوظف في الحكومة وجاي تشحت.
ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شوطه في الجواميس بتاعتك. الهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت لضربك؟ ايه؟ السلام عليكم. اهلا يا بشبيش. اتفضل. برافو عليك يا بشبيش. كنت كويس انك جبت الشنطه، بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. يضرب يا بشبيش يضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. السد في وشك يا عيشة أم علي، تبقى تمشي لشحاتي في الشوارع. إيه غيرك؟ سرحان ليه يا أستاذ رمضان؟ بتفكر في إيه؟ أنا جهزت يا أخي. أهو كل واحد بتفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس إيه؟ اجري اجري كانت خيبة، أنت فاهم حاجة اجري. يبقى أنا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهاردة 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا أستاذ رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هام. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده اهو شويه كده يا استاذ رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت وانا عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي اله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تعيش حته التويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انت بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت يا غير. اقول لي يعني لوحده. الله، والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمني اللي انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديك معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتقفش الا للزبون المفرد، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استاجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا. ربنا يوفقك يا بشبيشي. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامة يا بشبيشي. السلامة يا اخوي. السلامة يا بشبيشي. ايه ده يا اخي؟ انت فتح؟ لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبلت بالهبله دي؟ معلش حاج عليا حاج عليا. يا بروح تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغاله باب الشعريه. اخد 5 جنيه. انا موافق. شوفهم انا مفيش، اني بح. نعم اني بح بح. بصراحة يا اخواني عشان ما شحتفكوش معاي انا اختلست الفلوس. مش معقول ابدا، مش معقول كده. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. طمعت فيه؟ الله غريبة دي. يا رمضان افندي بطل هزار وقبطنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك. يا ابني ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم. طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي. انا بقالي 15 سنة بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروح قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخي، انا اعقل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيني، اوعى تتهور ليحبسوك، ده اعتداء على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اديهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. حصل ده يا سيدي رمضان؟ هي صوره؟ انا عارف اقول كل شويه، قلت لك يا اخي وانت سامع. ابني اعمل لي شاي. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف، يمكن انا اللي هتجنن. أنا مش عارف إيه الحكاية بالظبط. سلام عليكم. خير؟ خير إيه يا فندم؟ إيه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج إيه لا سمح الله؟ إزاي ما حفظتش الموظفين دي لغاية دلوقتي؟ ثم إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ أنا قلت لهم على الحقيقة. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس إيه يا فندم؟ هم مش قالوا لك اللي أنا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ إيوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت؟ ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام ولي رمضان وده تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليظ بتاعك اللي اسمه عزيز، ثم واحد اختلف فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست. لا وكمان انا راجل ما عرفش اللف ولا الدورات، ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزلة زي دي. انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم اصل الميز. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبسي حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما بتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين ملقحك علينا؟ قال لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلقح عليكم حاجه يا اخي. انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. تمام يا فندم. سياده وكيل وزاره. خليك اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ايه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء؟ شوف الحلاوه يا راجل، ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يا ابن اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطر الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجعتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطروا عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندك، ويا ابني انتوا اللي بتدوا له المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ما اداه الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حديك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ فين؟ في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للتنزي، قلت اعملهم لاي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط؟ زي ما قال افندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده يا سيد؟ الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا والنبي حاج مامور، يلا وحياه ابوك خلصت. يلا يلا اقلب اي حاجه، البيه الوكيل هيبقى اتصرف، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطوا في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وبعدت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش. امشي خايف من ايه؟ يلا نجرب قدام، امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت موديني على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف، نروح على السجن على طول ونخلص. ده انت مستني يا حبيبي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو، انت واخد واحد سارق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سارق جزء من اخره ولا نشيله جزء جنيهات؟ انا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. انت برضه ايه؟ ازيكم يا اوباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ واوباش؟ دي اوضة رمضان؟ اي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حاجة تغير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. ألا قول لي يا جدع، أنت أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احنا اللي حمير. يا اخوانا عيب كده، العفره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا خينا. انت رمضان عليه. ازيك يا رمضان؟ ازيك انت عامل معايا يا بنت انت؟ ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا بتديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ستي امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ستي. مع السلامه. وانت حلويتي وبقيتي ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو، هات الاكل يا باب. طيب يا سيدي اتفضل. سلام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان.
كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه، انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسيم وجن وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره، اختلاس واختلاس حقيقي وقوي وواضح وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك انا عم 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا وحياه ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه، وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. ها منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر افكر في ايه؟ يا سعادة البيت، أنا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينة كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي 400,000 جنيه، هيطبقوا المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1,000، يبقى انسرقت سرقة جمل. شاغل بالك أنت على رأي الولية القرشانة بتاعت الكرو. يعني مفيش فايدة في دماغك؟ أنت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس إن إحنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوا له أبيض ولا أسود، وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ ادنى ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه ومحل سكنك، أو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظة. إن أنا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن حضرتك أهو؟ لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخافش. مع السلامة. أي أيوة والله، خلي التذكرة معاك. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش خش. إيه يا ده العين؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. We'll be right back.
ايوه انا اللي انت ايه هرب؟ ايوه هرب، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي اوعى تتكلم حرامي حرامي ايه كتكنين؟ احنا ناقصين، هم راضيين حد يسجنوني. يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامه. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ايه عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومه. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغايه ما حددوا ميعاد الجلسه. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان، خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يعني يا الاثنين دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك يا اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش، والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمر. عمر؟ عمر ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين، دول يبنوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا، ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط بالشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنة؟ أكني سافرت أي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. أموال الدنيا كلها ما تساويش إنك تعمل فيا وفي نفسك كده، كفاية إنك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم أنت مش كنت زعلانة إن أنا ما عنديش شهادة جامعية؟ أدينا هجيب لك شهادة جامعية من جامعة أبو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه عليه. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضنايه احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه 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 بس علي. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ، انما ايه؟ هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب. كبه. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا ننامله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعال كلك لقمة. اكل ايه وليه؟ ما انا لسه متغدى. وماله؟ كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعال انا عايزك في كلمتين. تعال تعال. كلمتين ايه؟ بس تعال.
نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيل لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حما تنسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ست بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زين عسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويل. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلي بدكاكينها بتعملها في سوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوه وانت ابو جدعان. سلف مين يا عم سويل؟ الله 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 الله. من هف اللي انت هفه. من هف اللي انا هفه؟ طب انا هفيت، انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سايقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من المال الحلال. احنا على العموم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا فيه الهديه دي. لا يا شيخ. يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يحظى. يلا على رايك بلا نيله. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. دلوقتي مش بنفر وجزمة بيري. ده انت بلوى مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدا بنت راجل بتشتغل جامد كده، ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل. اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في داخل وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش فايده. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات.
شوف اقرا الدرس عندك يا رمضان. افندم يا سعاده البيه، لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعادة البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمة دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. اود ان اضيف ان موكلي. يا استاذ انا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي انت دابتك للدفاع عنك. ثم ان الحاجات دي كلها ملهاش لازمة، انا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا ترسلي 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان، خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس، القاعدة القانونية بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجو حاول بلحم طوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد اعمل معروف، سيبني في حالك. اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه يا بيه، انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة، رفعت الجلسة. كرم اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجة. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل اللي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحة. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان ابراهيم اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا عاشت المادة 112 الباب الرابع لقانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما فيش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك، استنيني. خدي بالك منها يا ام علي. فعليا ما معكش يا اخويا ياسين مؤقتا. منين يا حسرة؟ منين؟ مثلك انت. مثلك انت. قلبي معاك يا استاذ رمضان. خلي قلبك عروحك، انت انا كويس مش دعوية خالص. يلا يا شاويل. يا ضيختي يلا. خش يا مسؤول. الله، ولزومها ايه المعاملة دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زبدة المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا قد ايه؟ مش عاجبك يا الا هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا في هاتو. الا بالراحة علينا شوية مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو. انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتو. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا
مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معاي. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظاهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالساهل. انت جبت الفلنة دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من سيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. قاب ايه؟ حد اسمه ابو قاب. لازم تقدم استاله عشان ما يقولوش راح فين. يقطع حلقه وسيح دمه كده. هنروح استاله جدع. كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابة. غلابة مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونة وتقول غلابة؟ ده احنا حرامية كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظرة يا دوبك يوم ما ياخد له شراب، تلفزيون، أي حاجة من على حبل غسيل.
وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نقي مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه مؤاخذه. حلو تسميه حلو. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصره ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حتم تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكومنده. كومنده؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصه الحراميه. سلام للزملاء الكركيه. سلام لقصه الحراميه وسلام لاخواننا الكركيه. البواكي حلوين حلوين. يا سلام يا حلاوه من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط. ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقرقش، واحنا بنتغدى حرنكش، واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش. والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%. احنا الاوباش ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال اهو ده النشال نشال. اهو ده النشال وكل اف وله حلال. حرامي العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة زمايلنا السكاك. السك واحد ضيف شنطة وزق عجلهم على طنطة حبس طوانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعاده الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟ انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليه لك ويخليه ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عناية الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي بيه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاتي. شكرا يا صاحبي. شكرا. سلام. أول مرة ألاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت.
يعني انت وانت فقير وزق وانت غالب هتزوق. دي طبيعتك مش حياتك. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه للموضوع ده. لا ما تخافش يا لوتي، السيل اتدفق في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله غريبش بيشي. الله تنقصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق؟ ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف. انا ساحي يا جدع. انت احلى ساحي يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. طيب يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ جدع خد. يا عم ده انا يا ابني فلوس كتير هنوديها فين؟ يا عم انا جدع ده انت جربان. هيقول لي تحط فلوس في الحوت. اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك. عرفتني يا بشبيش. انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب. خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحة. قشطة. أهلا يا نونوس. أهلا يا نورة حلوة. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره ايه؟ اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري يا راجل. كشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده، اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا، اشكرك جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي لكل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ ما هي فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه، والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه، خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه يا وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا. بس هنا محدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش
وابي انا خدامك. يا ابني هنا مفيش خدام بوقع حد بيفتح. وضبوهم خلاص استراحة قصيرة. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروفي يا استاذ رمضان. تعالوا اقعدوا على الاستراحة ولا اقعد بشبيش. انا ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 يتشافوا كوباية كبيرة وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى احكي لي؟ حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جت بفايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. ايه والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عارف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هنا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيبا على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلا بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجاة. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي مكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجاة. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الوليه. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسه بتاعت الجلسه. حاضر. مع السلامه. ادخل. مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي هنحدد ونزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحات علي السيد، واعترفوا بالكامل بالجريمه وجاري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ قال
الفلوس معاي ولا سرقت الفلوس؟ شحتت ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقة. حقيقة ايه؟ يا سعادة البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوب، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبشه، الحكاية اصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان، انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه، انت ما سرقتش يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية ازعاج للسلطات وخلاص؟ الله، ما سرقتش ده ايه؟ حرام يا وانت انا يعني اكذوبة؟ يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا، اعمل معروف وحياة ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز، انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله، ياخد مين؟ يا سعادة البيع انا حرام، حرامي انا سرقت 100,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا والدم والكلام كله في الامان ورحمه امي، انا حرامي، حرامي لسه قراري مختلس. هي براءه بالعافيه، ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي ايه دلوقتي؟ انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي؟ انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار، ما تطلع تبقى لي اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه، اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا بشوش؟ ايوه بشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورمي؟ انا عارف لك بقى، هم خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف، مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما، انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. تاني ليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساعتها. طيب وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اريده يا دي؟ لكن هجيب، هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه، ما انا كنت هقول لك. قول قول يا اللي مطلعني اكذوبه فقاعه هوا. انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقول حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا، ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله، هجيبه. الا قول لي لو عوزتك اجيبك منين؟ إيه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون. الله يسترك يا رمضان ويخليك يا رب. حاطين لي عجوه يا ولاد الكلب؟ طب ده انا حتى ما بحبش العجوه. كنت احط بطيخ يبل ريقي. عجوه. طيب
طيب رمضان مش معقول. ازيك يا رمضان؟ الحمد لله على سلامتك. وحشتيني وحشتيني قوي قوي. وانت كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عيني. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذا الزهره من العجينه. اطلعي عليا هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزته ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا سيرتي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي عليا هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن، متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا حسيبك؟ ده انا مش حسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا؟ اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياه عجوه. ايه عجوه؟ الحياه عجوه. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. شيلي عليا الحاجه دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منوره. ده نوري. اي والله نوري. الواحد يتكلم الصراحه. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبه للفلوس يعني ايه؟ هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي انت مدكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. مهاني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشة المليونيرات، ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص، لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المدكن ونديها. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننتي يا بنت انتي. ارجع الفلوس ازاي؟ واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار. مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا. ما هو البركه بقى في ست الكل حماتي الحلوه دي. من عينيا يا ابني. بس منين؟ أنا كنت سامع إن أنت عندك نص فدان، ما تبيعيه. أبيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقة غير الفلمانكو ده. ما أنا دلوقتي لما أفتح مكتب وأشتغل في التجارة، ساعتها الفلوس الكتيرة لما تظهر محدش هياخد باله، هتطوف في الكازوزة.
يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ حبيع يا ابني حبيع. يلا يا علي ندور على الحجة تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شوية، هي فيها لسه تربان. خطيبك ده بيخطط للنغنغة، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقة كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايش شقه مفروشه اعملها مكتب. انت حالتك اللضر، شقتي مكتب، انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجعهالي لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجة وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام. تمام هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس ادارة الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. تفضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. ربنا يديك الصحه كده ويخليك. الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اتفضل استاذ علي دور. ايوه سعادتك اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. اسمي السياده عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده، لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال1000 جنيه خسرتها؟ ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان ال1000 جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي ال1000 جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. ايه؟ حاضر يا سيدي، ادي ال1000 جنيه اللي انت دافعهم وادي 1000 جنيه ناقصين جنيه.
ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجة ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ أعوذ بالله. أنا جاي لك بكرة ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع ألف سلام. أنا بأكرر أسف. اللي بعد يا ريمون. اتفضلي، اتفضلي استنى. سعيدة يا جوز بنتي. أنا يا عيش. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ كل ده يطلع منك؟ خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي أنت بتعمله خد. إيه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم إمتى؟ لا 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 لا، أنا مش مستعجلة عليهم. خليهم ماشيين في الساقية كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وأنا عامل زي المغفلين، أحطهم وأخدهم بعد شهر ولا اتنين، أهم شغالين. على رأيك يا حماتي، المهم وصل لي كام منك لغاية دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، كله بالحساب، أنا أحب الحساب قوي، اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان أدي 16000، والنص بيت ادي 9000، وادي 8، يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن اه. وعليا زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. انا رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامة. اللي بقى. ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف مين؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حفت لما عرفت علومكم، وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرف شغلاتي. عندك سمعه؟ ما عنديش سمعه. بتفهم في اي حاجه؟ ما بفهمش في اي حاجه. عينوه في مجلس الاداره. مش هي دي الراقصة نهد؟ تمام، ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وابتدى على اسم الهلوتي هربان في حته محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. الحته تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك براب. ربنا يتمينك بعقلك. عاقل قوي. حلال. قال والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق لها، ترسم عليها انك انت غالي قوي، وتصرف عليها ببذخ بابد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. اضحك عليه. يا بوعي
يا ابوي ده انت لحظة جشعه يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا نطين نطين الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا عبد المتجلي. عبد المتجلي يخرب بيتك يا عبد امبابي. انا مش عارف اقول لك ايه واصل. انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا مضري يا مهجتي يا مصران الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضلك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حي يا حي يا حي علي. ليلتنا مطينة طنطين اللي سلام على القناعة يا جدعان. انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينة بثلاث طناطين الليلاني. عم بطهي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد معقولة؟ ازيك يا رمضانكم يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ اهلا يا مغاولي. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ رمضان؟ شادي برا. والله عشت وشفتك اخر قبهت. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. انا سمعت يا ابني عن كل اللي انت بتعمله، حاجه حلوه قوي. قلت الضفره ما يطلعش من لحم واحنا طول عمرنا قال، وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خال؟ المواشي ما بعيدش تجيبها معاها اليومين دول. بس انا خايف يا رمضانكم يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوط، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهو، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلني. وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش. ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سي رمضانكو الفلوس اهي، عد ايه؟ عد مين يا خال؟ عيب في المضاربه والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للامم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا ليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب مستاذ. مع السلامه يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامه. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا مغاولي. الله يسلمك. سلامه يا خال.
السلامة يا خال. السلامة يا خال. السلامة يا خالي. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى؟ انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ اللي يرعي؟ فلس؟ سمع؟ ايه ده؟ ايه اللي بيه؟ جا منين ده اللي؟ يها ده بي ينيلك ده احنا له له بي عن اسمع يا لي كانوا على قرف لسان الكبير فيهم والله ما اعرف اسم الكبير انتظرين لحظة من فضلك ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا جاهزين جاهزين يا سيد رمضان ما فيش حاجه اسمها سيد رمضان قول اسم سياده المقدم حاضر يا سياده المقدم بيه وانت وبقى عارف هتعمل ايه طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي مفيش حاجه اسمها رمضان افندي سياده المقدم بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي جدع وانا هعمل ايه انت ما تعملش حاجه تفضل ساكت خالص كده اهو حاضر يا معلم رمضان معلم رمضان في حاجه اسمها معلم قلت لك سياده المقدم حاضر يا سياده المكتب مكتب في ظابط يقول سياده المكتب يلا بينا ادعوا لي ربنا معاك بس انا ما بعرفش اسوق ايه انت هو راح فين اركب اركب يلا شايفه مين يا روح امك يا لهوي ها ديكور احنا ولا ديكور بوليس ايوه بوليس يا كلب ارفع ايدك لفوق المنطقه كلها محاصره واي حركه هنضرب في المليان انا غلبانه يا بيه خلاص انا غلبانه اخلصي خالص اخلصي يا اخلصي يا زبده المجتمع يا حسانه يا قاع المدينه حرزوا الخمره والملابس الداخليه انا بقى عليه الملابس الداخليه اسكت انت مش دعوه خالص حزار حاضر يا معلم معلم مين حضرتك المكتب مكتب ايه مش عايز ولا كلمه يا سعاده البيه يا سعاده البيه الاداب استرنا الله يسترك انا عندي عيال اكبر مني شوف اذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد ودي لا دي سبع سنين سجن مفيش فايده هتشهد عليها ولا لا يا بيه انا غلبانه يا بيه يبقى انا في عرضك يا بيه انت غلبان انت ده انت يسابلك بلاد ده في بيني وبينك طربايه ايوه اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ظابط مباحث وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها وهي اللي قربته بسلامتها عشان كده انت حطيتها في دماغك يلا على البوكس يلا يلا انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني وهيفضل ورايا على طول مش هسيب حقه ابدا اسمع يا ولي اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا هم هيسيبوني يا سعاده الباشا اذا الولية دي جرت هتسيبوها لا لا مش هتسيبها هي انا عارف حر يا بيه حر يا بيه بس اضمن مني ان تسيبوني لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اوانطه في اوانطه ما يهمكيش يسترك يا بيه وديلها بنت الارشينات ايه وديلها بالارشينات حالات ايه همك قوي على المكافاه بتاعت وزاره التخليه يلا لبسهم اي حاجه عسكري حاضر يا فندم يلا خد لبسهم اي حاجه اتفضل قدام يا مزمزيك مش هنتعشى ايه مش هنتعشى نتعشى انت هتودينا بدل ايه نتعشى اسكت خالص
جمال. ارفع ايدك يا هلوتي. الهلوتي اهو. لف ايدك. ارفع ايدك انت يا هلوتي. اهلا. انت اللي جابك هنا يا بت؟ انا مش قايلك ما تهوميش تحت هنا ولا انا هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا يا ناهد. انا مش خاينه. ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكرودي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هنضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العاش يا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حلفالك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. ايه الفلوس فين؟ جوه. جوه؟ يا كرم الله. هذا من فضل ربي. هنا ما حدش يفتح بوقه. سيبوه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. انت راح فين؟ راح محدش يفتح بوقه. فين الفلوس؟ خلوها لك. يا كرم الله. يا كرم الله. فضل ربي. الفلوس في ايه؟ خلوها لك. يا كرم الله. اخصى عليك يا لولو. لولو مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة مليون فلوس. كام أرجع نونس؟ ولا نونس يفتح بقه. فتح غضروف وباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ بنتنا. شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معايا اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا تعبت البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدع؟ راح فين؟ سيبه عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلني استرديت فلوسي تاني وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حقي إيه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديها الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعفر كله. ايه عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن.
لميت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضانكم الاعالي البحار، رمضانكم والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه اللي انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان، جد البيجامه والزنوبه اختصارا من الاجراءات، لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات، قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام طوال. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شاويه تعال تعال اقعد معايا يا ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محرم، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعادتك بيه. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. ناس احوالها يا عم غريبه، حجزه جناح جوه التخشيبه. ناس احوالها يا ابويا غريبه، حجزه جناح جوه التخشيبه. احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%، احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. دول زمايل لك كركيه، يعيش كبير الحراميه، يعيش اصل الحراميه، يعيش اصل الحراميه، يعيش كبير الحراميه. بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين، بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجه فايتانا بقالها سنين. يوم واحد